اسمعيني إليف، الشباب دوروا منيح وزلام ما اجت على المستشفى مثل ما قال براق. هن ندوروا بكل المشافي الخاصة والمشافي العامة، وزلام أبداً ما كانت بالمستشفى. دورتوا عند كل الدكاترة بالمشافي؟ يعني بلكي عندها شي دكتور خاص بتعرفه؟ لا تقولي هيك، بس أنا حاسة مثلك هلأ. خلص بهار، خلص، ما بدي صدق هالشي بنو، بس أكيد في شي عم يصير وأنا واثقة إنك رح تحلي هالشي. أنت لا تتعبي حالك، ماشي حبيبتي؟ ماشي. ليكي يا روحي، بالأخير أكيد رح تنحل هي القصة، رح نحلها أكيد، وبدعم من عمر كمان إن شاء الله. يلا حبيبتي، يلا يلا عشغلك. شرطة، وين عندك؟ الحقون يلا، ما تخلوا حدا يهرب، اجمعون كلهم عندك، اجمعون جيبون على الجهة الثانية. يلا جيب يلي بالجهة الثانية بسرعة، وانت خد الأولاد. شو هالمصيبة؟ ما تخافوا، نحن اجينا لنساعدكم، ماشي؟ لا تخافي حبيبتي، لا تخافي يا حلوة، لا تخافوا، نحن الشرطة، ماشي؟ زكي جيب الشغلات اللي اشتريناها. يلا يا شباب خدوا لشوف، يلا خد سي اعطيه اعطيه. يلا تفضل انت، تفضلي كمان. يلا وزعوا على الاولاد كلهم. يلا مين فيكم الرئيس؟ احكوا يلا. ها احكوا لشوف. لك جاوبوني، أكيد رح لاقي، بس قلولي مين فيكن؟ لا تخلوني أضربكن وعذبكن. ها إيه؟ مين الرئيس؟ احكوا، رح نعرف من الولد هلأ. أي واحد هو الرئيس حبيبي؟ تفضل تعال هون، طلعوا العائلات، الحمد لله على سلامتكم. خذوا كل العيال والأولاد، يلا. طبعا الأولاد ما راح يشوفوا كيف راح دردش أنا وياك هلا. اربطوا إيديهن. سيدي. إيه. تفضل. تفرج. بهي عم تهربون؟ عم بتهربوا الناس بهي؟ مجرمين؟ قتلي؟ لك ما بتخجلوا تبيعوا أحلام الناس مشان المصاري وبعدين تقتلون؟ ولك أطفال، آباء، نسوان، ختايرة، كلهم مشان المصاري؟ كيف بتسمحوا لحالكم؟ معقول؟ لك بهي بتهربون؟ هالناس عم تتمسك بالحياة بسترة نجاة صغيرة، بجوز هالسترة تنقص حياتهم. القارب يلي غرق امبارح إلك، ولك مات 12 شخص، أطفال وكبار ونسوان، شو حق لهي؟ بشو فادتهم هي؟ يا سيدي شو بدك لسه؟ لولا هالقوانين بتعرف شو؟ كنت عوضتك يا عديم الشرف، يا بلا أخلاق، يا بلا ضمير. زكي جيب لي مي. حاضر سيدي. أرجان، بلال، روحوا جيبوا مي بسرعة. حزير شو؟ على بالي لبسك سترة النجاة وغرق لك تمك بالمي شوي شوي، لو أرجيك شو صار فيهن مبارح. ها؟ يا سيدي لو تحكيوا لحرفوا لك، نزل رأسك. يلا ولك، يلا يلا. شو رأيك يا شي؟ ها؟ شو رأيك؟ شو رأيك بشعور الناس؟ احكي لي. ها؟ عم تفهموا لك؟ عم تفهم علي؟ رح أمسككن، رح أمسككن واحد ورا واحد، رح حاسبكن كمان، رح حطكن بالسجن كلياتكن. أعطيني الصور ورجي، طلع الصورة ولك، طلع منيح. كان في بنت جابها أخوها عبد الله، أنا بعرفها. والطفلة؟ الطفلة مو موجودة. شو صار لها؟ اللي نجوا هنن خبروني، وقت مشي القارب بلشت تبكي، وهنن ما وقفوا القارب، نطت فجأة واختفت بالعتم، وكانت لساتها عم تبكي. خدوه من هون، خدوهن من هون بسرعة. يلا خدوا الكل، قوم امشي قدامي.
من وين جاب بيطلع كل هالمصاري ها؟ قال إنه عم يجمعون. عن جد ما بعرف سيدي. بس أنا بعرف، أنا بعرف، لا تقلق. ضل شوي ألو؟ بس شوي ومنخلص. ضل شوي بس ومنعرف كل شيء. فراس نطت عن قصد، في شيء عم بيخليها هون. بتعرف شو هو؟ زينب. زينب أكيد هون، رح نلاقيها، قربنا كتير. شو صار نازلي ليلي؟ يلا وصلت النتائج المخبرية سيدي، مو كان في وثيقة ولادة عدلوا عليها للأسف، وبعدين ضافوا اسم أوزلان عليها. إيه مو معقول. يلا على مركز الأمن. يلا نعم، قوات الأمن كثفت عمليات البحث بالوقت الحالي، بس بفضل اللي شرحه بيت الله من شوي تم القبض على القتلة مهربي البشر. سمعتني منيح؟ قوات الأمن قبضوا على الرجال اللي اتفقت أنت معهم بيت الله، بس للأسف ما في أي أثر بالوقت الحالي لفراز والطفلة. إليف في عنا ضيف ولازم تستقبليه لأنه كتير مهم. عنا شاهد كأنه مو هيك؟ عم يقولوا إنه عنا شاهد، رح نجيبه للاستديو فوراً لو سمحتوا. فراز؟ أختي؟ طلعت عايشة سيدي. ماشي، وين الصغيرة؟ لازم نلاقيها يا شباب، ما معنا وقت لأنه الطفلة صغيرة كتير. شو عم يصير يا؟ أوف، بدي معلومات عن العيلة لندقق من جديد لحتى ما يروح علينا شيء، فهمتوا علي؟ سيدي، وثيقة الميلاد المزيفة. مجرمين وكذابين كمان. سيدي، نحن دورنا بحسابات أوزلام على مواقع التواصل، هي شاركت حملة يوم بيوم. كذب. الحمل والولادة كله مزيف أصلاً. دورت ببيوت العيلة ما في أي أثر بنوب، يا هي فاضية يا مأجرينا لحدا. برأيكم الطفلة عند أوزلام؟ يلي سرق مرة بيسرق كمان، لا تنسي هالشي. أوه زكي، روح لعندنا ليطالع كشف اتصالات من هاتف أوزلام فوراً. يلا. حاضر سيدي، فوراً. نزلي، وإنتي عن عيلة براق، فهمتوا علي؟ مو هن شخصياً، عيلتهم، أقاربهم، أصدقائهم، أولاد العم، الخالة، كل شي بيعرفوه. بتوقع أن نبيت شي حدا فيهم، تمام؟ حاضر. يلا يا شباب، يلا قربنا، لازم نلاقيها لزينب بسرعة. يلا. شو عملت؟ بس دقيقة شوي، اهدي شوي لو سمحتي، اهدي فراز. دقيقة أخي، أنت خدعتني، فرطت بروحي مشان المصاري. ليك عفكرة، أنت وجعتني كتير، أنت سرقت حلمي مني، أنتو دمرتوني، اتفقتوا مع بعضكم وأخدتوا روح من روحي. أنا خلص ضيعت طريقي، أنا خسرت حالي، بقيت لوحدي وضايعة بهالدنيا الكبيرة والبشعة. سرقتوا أنفاسي مني، سرقتوا حياتي. رويا 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 بنتي بنتي بنتي، سرقتوا أحلامي مني ودمرتوني رويا. هلأ نحنا عم نشوف فراس بحالة كتير بتزعل، خلونا نروح شوي. فراس حبيبتي روقي، انتو دمرتوني. طيب فينا ناخد مساعدة من حدا؟ جيبوا لنا مي أو أي شي، ساعدونا بسرعة. يلا فيكن تستعجلوا؟ ساعديني أسماء، امسكي أختك، امسكيها امسكيها شوي. تمام.
فراز. ارتاحي حبيبتي، جيبوا لنا مي. رح ناخد استراحة صغيرة ومنكمل بعدها. جيبوا لنا المي بسرعة. ثلاثة اثنين واحد قطعنا. إليف نحن بالإعلان. زكي شو صار معك بالتسجيلات؟ عم اشتغل على الموضوع سيدي. بسرعة، كم ساعة مرت؟ كم ساعة؟ سيدي سيدي على مهلكون، هاي العناوين اللي كتبها أولاد العم والعمة وغيرهم. سيدي شفت كمان تسجيلات المشفى الخاصة بأوزلام، بلشوا يتلقوا العلاج بعد الزواج دغري. علاج شو؟ هنن ما بيجيبوا أولاد. سيدي سيدي وصلت كل التسجيلات. يلا بسرعة بسرعة. مين من أقارب أوزلام بسيليفيرا؟ مين مين مين؟ المصيف المصيف اختها. لقيناها يا رفاق. يلا على سيليفير بسرعة شباب، لقينا الصغيرة. نحن جايين يا زينب، استنينا بس جايين. يلا 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 بسرعة. فراس صارت أحسن، صارت أحسن وما في شيء بخوف. فريق الإسعاف فحصها واهتموا فيها كتير منيح. هي تعبانة شوي مو أكتر. اللي فهمته منها أنها وصلت لهون بعد ما مرقت بطريق صعب، بس رغم هالشي فينا ما نكمل. يا فراس فيك ترتاحي إذا حبيتي، شو رأيك؟ رح أحكي، ما رح أسكت، رح أحكي عن كل شيء. رح يعرف الكل كيف سرقوا حياتي وأحلامي مني. رح قلكن كل شيء مدام. خبرينا فراز، خبرينا وأنتي مطمنة، فيكي تحكي كل شيء براحتك هون، ما في أي مشكلة. لكن نحن كلياتنا هون، كلياتنا منقول اللي منفكر فيه دائما، وفي شيء مهم كتير وهو إنه نقول الحقيقة، مفهوم؟ أنا إجيت لهون لأقول الحقيقة، رح أحكي كل شيء. منيح اللي ساويتي فراز، نحن معك هون. بس بدي إياكي هلأ تقولي لنا بالأول، يا ترى زينب كانت معك الطفلة، هالطفلة كانت معك أنتي أخذتيها؟ وليش ما اجيتي لهون من قبل؟ لأنه ما كنتوا رح تصدقوني. وليش لحتى ما نصدقك فراز؟ نحن منسمع الكل هون، ما في أي داعي تتخبي. أصلاً أنا ما تخبيت، أنا رحت لعند عبد الله وقت شفت البرنامج، رحت لعند عائلتي. أنا وثقت فيه لأخي، بس هو بعدني عن رويا. رويا؟ مين؟ أنا ما عم بفهم، مين هي رويا؟ بنتي. لا تقلق عبد الله، رح نعتني بزينب منيح. انت رح تنضم للبرنامج وتقول فراز اجت وهربت على ألمانيا، تمام؟ وأنا ما رح جيب أزلام على البرنامج بلا إيش حجة، بس رح تنضم بنهاية البث على الهاتف مو أكتر. فراز اجت وتركت الصغيرة عند الباب وراحت، مفهوم لحد هلأ؟ تمام؟ هذا كل شيء. رح نسكر على القصة هون وتنتهي. بعدين رح أخفي زينب وأزلام بشي مكان لبين ما هدي الوضع شوي، رح تتسكر القصة وتنتهي. عبد الله، انتو ما فيكن تعتنوا بالطفلة، انتو حتى ما فيكن تعتنوا بحالكن. ليك انت واختك رح تنجوا بفضل زينب، صدقني. بتروحوا على ألمانيا لعند أخوكن. خود، وأنا رح أبعت لك كل فترة. هذا هو الصح، صدقني يا عبد الله. يا حبيبتي، أنا أبوكي. قديش أنتي حلوة، اشتقت لك كتير يا زينب حبيبتي، اشتقت لك كتير. قديش ضحكتك حلوة يا بنتي، بتجنني يا بابا. قديشك حلوة ومهضومة يا بنتي. بعت البنت لبوراق يا بيت الله؟ إليف خانم، عملت هيك مشان نعيش. كيف رح تعيش البنت؟ نحن بقينا يتامى، رح تصير مثلنا،
كان بدي تروح وترتاح وتنجى منها. أنا كان بس بدي تعيش حياة حلوة. بيصير بدون أمه؟ معقول هذا الشي يصير؟ آخ آخ آخ، أنتوا ما بتعرفوا شي بالمرة. ممكن تخبرينا يا فراس بالتفصيل شو صار وشو اللي عشتوه بالضبط؟ كلنا رح نسمع بالتفصيل. احكي يا فراس شو صار معك. ليلة مبارح رحت لعند بيت عبد الله، قام هو عرفني على صديقه، أعطيته المصاري مشان يهربنا برات البلد بالقارب. آخ يا بنتي آخ. بس طلعت على القارب كانت بنتي بتختب، كانت وقتها هادية كتير، فكرتها نايمة. عم شوفها طلعت مو هون، خدعني وأخد مني رؤية قبل ما أطلع على القارب. بعدين قلت لهم وقفوا رجعوني، أنا ترجيتهم بس ما ردوا علي، ما سمعوني مع أني ترجيتهم، ما ردوا علي. وأنتي نطيت من القارب مو هيك؟ فتحت عيوني على الشط. هي هي الأمومة، يعني أنت بنص البحر الكبير، حتى لو ضليتي بالعتمة رح تنطي بالبحر، ما عندك مشكلة. ليكو الأم عم تروح ورا بنتها لأنه ما فيها تتركها أبدا. هي مو اسمها زينب، رويا، اسم بنتي رويا. هي بنتي رويا، بنتي أنا مو زينب. عم ندور عليها على أساس زينب، بس أما الحقيقية حسب ما فهمنا أنه اسمها رويا مو زينب. هالبنت مو إلكن يا بوراق، سمعتني؟ طلع عليها، ما سمعتها عم تقول أنا أمها وبنتي اسمها رويا؟ ليش ساكت؟ مع الأسف بالوقت الحالي قوات الأمن عم تقول إنهم لقوا مكان الطفلة، وأخيراً هذا الخبر الحلو مباشر. فيكي تطمني حبيبتي فراز، سمعتيني؟ الفرق طلعت بطريقة لهنيك، ما هيك توبة والكل طلعوا صح؟ اهدي حبيبتي، بنتك رح تجي ورح نعرف شو رح يصير، هن بيخبرونا بكل شي هلأ، وأنت بتشرحي لنا شوي كمان. رح نشوف بنتك شو عم تعمل بهداك البيت، رح نعمل فاصل ومنتابع فوراً، وبكون وصلنا شي خبر حلو. حبيبتي لا تبكي، أنا هون، أنا جنبك حبيبتي. لا بقى تبكي يا روحي، اهدي اهدي بقى. انتبهوا منيح يا شباب، بترجعكم نفكر منيح قبل ما نعمل أي حركة. عم تفهموا علي؟ القصة بتتعلق بطفلة، انتبهوا على أسلحتكم منيح، ركزوا رجاءً. أزلام افتحي. أزلام أنا مساعد المفوض نزلي. اتركوني بحالي. أنا أجيت وبدي ساعدك أزلام خانم. رح نحكي بس ما رح أأذيكي، ممكن تفتحي الباب لو سمحتي؟ روحوا من هون واتركوني. يا مدام أنا فيني ساعدك أزلام، بس لازم تساعديني أنت كمان، خلينا نحكي شوي. خلص روحوا من هون، ما رح أعطي البنت لحدا أبدا. أنا انتظرتها من سنين لحتى أجت. ليكي هي عم تبكي. ما فيكم تاخدوها مني، روحوا من هون. ايه سيدي، الباب مقفول وأزلام جوا مع البنت، ما عم تفتح. ماشي، ايه ماشي سيدي، لا تتحركوا. ايه على طول، ممكن يصير هيك شغلات خطيرة، بس نحن عن جد قدام قصة كتير غريبة ومتشابكة. مع الأسف الطفلة مو إلك يا بوراق، القصة فيها لعبة كبيرة. ليك انتوا اجيتوا للدوروا على البنت وهي أصلاً مو بنتكم، شو بتقول يا بوراق؟ وين أزلام؟ مرتي بريئة. شو؟ ما عملت شي صدقيني. بريئة؟
كلكم مذنبين وهي مذنبة كمان. طيب اهدي شوي روقي، شوفي اختك شو صار فيها، جيبوا لنا مي بسرعة. اسمع حبيبتي، طبعا هالشي كتير صعب على طفلة انت في هالعمر يصير فيها هيك شي. تمام حبيبتي تمام. حبيبتي فراز، ممكن تشرحي لنا بالتفصيل؟ كلياتنا هلا تشوش مخنا على الاخر، ممكن تشرحي لنا بالترتيب شو عملوا لك؟ انا رحت على شغلي مع الاقامه، قالوا لي بوقتها نحن لنا سنين متزوجين وما منجيب اولاد ابدا، قالوا بدهم ولد واحد. ما قبلت بالبداية، بس بعدين فكرت بإخواتي، فكرت بأخي الكبير، قالوا لي رح نعطيكي مصاري كتير قد ما بدك خدي، قالوا لي بتروحوا كلكن وبتبنوا لحالكن حياة جديدة. كانوا عم يجيبوا لنا كل شي ناقصنا، بس كانوا بيعرفوا إنه نحنا ما منحلم. أنا لأول مرة شفت حلم، لأول مرة حلم حلو، لهيك اسم بنتي رويا، هي رؤيتي. يعني انتي سميتي بنتك رويا معناته رؤيا، ما هيك؟ كنا رح نصير مبسوطين لهالسبب، أنا قبلت. آخ يا بنتي، بعدين لنجيبه مشان نحصل على ولد، صار بيناتنا علاقة. أنا كنت رح أعطيه الولد وروح، بعدين حملت. بالبداية اعتنوا فيني كتير، بس بعدين كل ما كبر بطني كان بطن أوزلام يكبر. أخدت صور، حطت مخدة وتصورت كمان مثلي. بعدين ما بقى طالعوني من البيت، قفلوا علي الغرفة وقالوا لي ما بقى لازم حدا يشوفك. بعدين رحنا على الدكتور بشكل سري بالتصوير الشعاعي، سمعت صوت دقات قلبها لأول مرة. لو سمعتي كان صوت كتير حلو، هي قطعة من روحي مدام إليف، كان فيني أعملها وروح وأتركها، بس قلت ما بدي، ما رح أعملها وما بدي مصاريكم وما بدي شي منكم، بس ما ردوا علي. بعدين ولدت رويا، بس بهديك الليلة أخذوها مني قبل ما شم ريحتها حتى. كانت تنام بحضني مطمنة، قلت لهم اتركوها لا تاخدوها، إذا أخدتوها رح تبكي. ما ردوا علي، أخدوها. رؤيا بكيت كتير وما وقفت، وأنا بكيت وما تحملت، ما راحت ريحتها من حضني. رحت بعدين وشميت ريحتها، وقت شافتني سكتت دغري، سكتت وقت شافتني. تعرفت على أمها، أكيد هي رح تعرفني طبعاً. بعدين إجتني الفرصة المناسبة وأخذت بنتي من البيت وهربت أنا وياها، مستعدة تقتلوني ولا تفرقوني عن بنتي أبداً أبداً. كيف قدرتوا تعملوا هيك شيء سيد براق؟ كيف بتفكروا بهالطريقة؟ كيف بتفرقوا أم عن بنتها؟ مو حرام عليكم؟ وليك هالشي لشو وصلك بالأخير؟ فكروا مثل ما بدكم، بس ما بتقدروا. هنن متصلين ببعضهم كتير، ليش ممكن أم تترك بنتها مثلاً؟ معقول تعمل هذا الشيء؟ البنت رمت حالها بالبحر وكان ممكن تموت كمان. أنتوا مو شايفين بعيونكم؟ شو المشكلة إذا ما بتجيبوا أولاد؟ العالم كله مليان بالأطفال، اليتامى، المياتم مليانة أطفال، عمركم مناسب، قدموا طلب وبتصيروا عيلة لطفل وحيد مثلاً وبلا أهل وما قالوا حدا، وبتعطوه مستقبل كتير حلو. هذا هو الصح، طلع. وانت شو لازم قلك؟ شو لازم قلك يا بيت الله؟
بتعرف إنه كان ممكن ما بقى تشوفها لأختك مرة تانية أبداً؟ أنت بتعرف شو ساويت معها؟ وصل هلأ فريق توبا، وصلوا على البيت ما هيك؟ القوات الأمنية راحت لمكان الطفلة لتنقذها، وفريقنا وصل كمان لهنيك. نحن رح نقوم بالبث المباشر هلأ. نعم البث جاهز، بسنا مع الفريق الأمني. عم تسمعينا يا توبا؟ ممكن تتواصلي معي؟ نعم إليفكا رجا، وصلنا لمكان الحادثة هلأ، والشرطة لقت البيت اللي بتتواجد فيه الطفلة، وهنن عم يحاولوا هلأ يدخلوا لهنيك بحذر. طبعاً عم يشتغلوا بحذر كبير لأنه موجود بالقصة طفلة جوا، وهذا الشيء حساس. بتقدري تشوفي شيء طفلة رويا موجودة شيء؟ قدرتي توصلي لمعلومات؟ شفتوا شيء بدل على أنه هني؟ عندي معلومات، بس هلأ سامعة صوت بكاء الطفلة. نعم في صوت بكاء جوا البيت، بعتقد أنه صوت زينب. هو بعدوا عن بنتي، أنا مستحيل أعطيها لحدا فيكن. بعدوا لا تقربوا، ما فيكن تاخدوا، روحوا من هون. إليفكا رجاء، الطفلة زينب بحضن المدام أوزلام. نعم رويا، رويا دقيقة شوي. مثل ما شفنا أنه الطفلة بحضن المدام أوزلام، وعم يحاولوا ياخدوا البنت منها، وهي عم ترفض تعطيهم إياها. نحن عم نتابع كل شي من هون أعزائي المشاهدين، في محاولات للإقناع بهذا الوقت. نحن أجينا لنساعدك، وما بدنا نأذيك أو نأذي الطفلة. ماشي اسمعي، أنا رح أترك سلاحي. شوفي نزلوا سلاحكم كمان، حطوهن. يلا فيني أخذ الطفلة؟ أعطيني إياها بالأول، هي ما إلى ذنب. خلينا نحكي، ما تقرب علي أبداً. هاي البنت بنتي، ما بعطيك إياها، ما فيكن تأخذوها، لا تبعدوا عني، ما فيكن تاخدوها مني. يا مدام اسمعيني شوي، بعرف انك بتحبيها كتير، بس ما بيصير تأذيها رجاء، هي خايفة وعم تبكي كتير كمان. لا تقرب مني، ليك انا رح نط اذا لسه بتقرب مني، رح نط انا والبنت. مدام اذا بتريدي اعملي شي بترجاكي، اعملي شي بترجاكي يا مدام. فراس حبيبتي اهدي لو سمحتي بس شوي. توبا انت عم تسمعيني من عندك؟ عم اسمعك. نعم توبا، ممكن تعطي سماعة للمفوض عمر؟ طبعا مدام. لك بعدوا عني، هاي بنتي، عم تفهموا هاي بنتي؟ لا تقرب ولا خطوة. والله بنط انا وياها. اهدي يا مدام رجاء، عم قلك انت ما بتعرفي شو عم تعملي، رح تندمي كتير بعدين. عم قلك رح تندمي، بترجاكي البنت ما إلى ذنب. شو عملت البنت؟ ما لها ذنب، بترجاكي. ألو نعم عمر، عم تسمعني؟ عم اسمعك عمر. أنت لبقى تهتم بالبنت، تهتم بس بالمدام، خافت كتير عن جد، خافت كتير. ذكرها إنها رح تشوف البنت دائماً إذا سمحت، هي معتبرة حالة أمّا. لأنه مدام أنت مثل أمّا أساساً، عملتي كتير مشانها، ليكي كيف عم تحضنيها؟ يا ترى الأمّ بتسمح إنه بنتها تبكي بهالطريقة؟ عمر بوراق هون، وهو بيكون زوجة. ليكي زوجك هلأ بالاستديو. طيب يجرب بوراق يحكي معه. بدك تحكي مع أوزلام بوراق؟ ليك هي مالا بيوعية، بس البنت بيحضنها، ممكن تجرب تحكي معه؟ بدي تسامحني لأني ما قدرت جيب لك ولا ما قدرت تصير أم. كان بدي زينب إلي، ما فيني بعيد عنها، إذا راحت مني رح موت. أوزلام خلص بترجاكي بنتي. ليكي حتى لو ما صار عنا ولد، أنا بحبك كتير، بترجاكي. يا مدام زوجك عم بيقول إنه بيحبك، هو بيحبك كتير حتى لو ما صار عندكم ولد. مدام إلي فيني أحكي مع أوزلام بس شوي؟ بترجاكي فيني أحكي معه هلأ؟ عمر فيك تعطي السماعة لأوزلام شوي؟ بدها تحاكيها فراس. فراس بدها تحكي معك. أختي أوزلام لا تعمليها،
إذا كان عندك ضمير لا تعملي هيك أرجوكي. لكي لا تبعديني عن روحي. أنا بعرف إنه هي روحك كمان، مثل بقى تبعديها عني أكتر بترجاكي. أكيد أنا ما رح غني صح؟ أنت كمان بتعرفي هاي الغنية، غنيناها سوا لبنتي، ما هيك؟ ألف الحمد لله. رؤيا تمام فرحان تمام. نازلي تمام، اهدي خلص، اهدي وارتاحي، اهدي، كل شي رح يكون منيح، ما في داعي تقلقي، تمام؟ خلص كل شي بينحل ورح تتبنوا ولد، في طرق كتيرة للعلاج، ماشي؟ خلص اهدي. الحمد لله إنه اجتمعنا بالطفلة، أنقذت قواتنا الأمنية الطفلة أخيراً. أما فراز موجودة ورح تجتمع ببنتها بعد شوي إن شاء الله. طلعي عليها وشها شو حلو. ما شاء الله، إن شاء الله ما عاد يتكرر هيك شي معها. هالبنت كتير حلوة سيدي. يا أخي كل الأولاد حلوين هيك. أكيد حلوين، بس في أولاد أحلى بكتير من غيرهم. شو قصدك ولا؟ يعني بيشبهوني ومميزين. أعطيني البنت لناخدها لأما بتكون مشتاقة لك. تمام تمام حبيبتي، ماشي. تمام انتبه. يعطيكم العافية شباب، مبروك للكل. ما أحلاكي. ليكم أحلاها فراس حبيبتي. عن جد كثير شكرا يا روحي. أنت كنتي قوية كثير. خلص خلصنا خلصنا يا روحي، كنتي شجاعة كثير. يلا انبسطي، ارتاحي حبيبتي، ارتاحي. يلا روحي عدي حبيبتي. الحمد لله الحمد لله إنه اتحدت معنا كل تركيا من يومين. اليوم فكرنا إنه البنت اسمها زينب، هيك قالوا لنا، بس طلع اسمها رويا. نحن لقينا الطفلة المفقودة ورح تكون منيحة بعد شوي، ورح تجتمع بأمها هون. بالمناسبة نحن تواصلنا مع مدير الهجرة، رح يساعدوا فراز وكل عائلتها وما رح يقصروا معهم. إن شاء الله رح يأمنوا لهم الشغل المناسب وناطرهم مستقبل أحسن مع هاي الطفلة بإذن الله. رح ناخد استراحة هلأ، وممكن توصل الطفلة بس نرجع بعد الفاصل. رح نعيش لحظة اللقاء هون واحد مع بعضنا. وقف، برافو عليهم مدام إليف وعمر بيك، أنقذوا البنت الصغيرة، والله هنن أبطال عن جد. إيه عمر ابنك البطل. مدام ثانية، ممكن تروحي تجمعي تياب للغسيل لو سمحتي؟ أنا رح جدد الشاي هلأ ورح أعطيه لبابا. بتشكرك. برأيي مفهوم المغامرة مختلف عنا. بدل ما نقعد هون ونشرب الهوت شوكليت كان فينا نشربه بأولوداغ مثلاً، شو رأيك؟ ليك شكلك عم تحاول تملي صندوق طلباتك الخاصة بكير. ما تقول هيك شي، أنا عم أحاول شوف قدامي. يعني فينا نروح عطلة عائلية لبرا البلد، وحلو الفكرة، شو رأيكم أنتوا؟ لا تقولوا لي لا. في احتمال نروح إجازة كعائلة يعني؟ في وقت لسه ما بعرف، ما فيني قرر بلا ما أسأل أمكن. اطلع يا وضع أردام كراجة.
هلا ما بعرف شو بتقولوا عن هالشيء انتوا الحقوقيين، بس انا شايف بصيص امل. بابا تفضل. لا بس انت بتحب الشاي كتير، اشربه. ليك حطيت شاي كتير مثل ما بتحبه. ها دوقه. مالي واثق منك، بس ما بظن إنه بنتي رح تتركني وتروح من عندي لأي مكان. لا برأي ما تكون واثق كل هالقد. سيادة الرائد، سيدي أخذنا الرجال، أخذنا الكل. كتير منيح. أنتوا بلشتوا تقولوا حضرة الرائد من هلأ ما رح تاخدوني على عمليات عن قريب، ما؟ لا يا سيدي، معقول نروح على أي عملية بدونك؟ الله يسامحك سيدي. خير، عم تبارك لنا المدام إليفي من جديد؟ لا مو منا، نحن ما احتفلنا بترفعك. والمدير شوكت بعد هالوردات وقال خليه يسقيها. وقال كمان إذا قابل مفوض عصبي رح يكون المدير عمر مضطر يضل هادي ومروّع عطول. شو هالرجال هاد؟ اتقاعد وبدل ما يصيد سمك بيجوا بيسمعني هيك كلام فاضي؟ مزبوط. شو هاد؟ شو هاد؟ شو هاد يا نازلي؟ انت كمان مثله؟ شو بعمل سيدي؟ زك اللي قال لي انه اعمل هيك بس تجي انت. لازم تقولي النقيب. الرتبة نازلي، الرتبة. من هون بسرعة على كل، ومعي. لا تعملوا هيك معي، والله ما بحب هالشغلات، خلاص. شو قلتوا؟ إذا ما احتفلنا بهالمناسبة شو نفعنا؟ سيدي طول الوقت بالشغل وما صار لك تاخد أكل على البيت. لقينا مكان حلو للأكل كمان. والست ثانية رح تاخد العم عزمي، الفريق كامل. يا ريت تكونوا نشيطين لهالدرجة بالعمليات، تمام؟ يلا. مبسوط فيكم كلكم. ونحن. وانتي نصلي. تأثرت كتير يا شباب. يا بسم الله. وهي المدام إليف. الو نعم. يعني انا قلت لازم اتصل فيك مشان الاحتفال، بس اذا انا اتصلت بوقت مو مناسب اللي بتصل بوقت تاني مو مشكله. انا شايف انت بلشتي تاخدي الاوامر من الفريق مو من المدير، وزكي بينخدع بسرعه. يعني بصراحه انا كنت جايه لعندك عمر.
بس لأنك ما بتحب هالشغلات الاستعراضية رح هنيك بهالمكالمة الناشفة. متوقع أنت هيك بتحب. وأنا ناطر منك ترقية يا مدام، يعني إذا تركتي البرنامج وتحولتي لمبلغة للشرطة شو رأيك؟ مستحيل، ما بصدق ما بصدق أبداً. ومعكن مهلة أسبوع، رح نكمل من المكان اللي وقفنا فيه بس ترجعوا. اتفقنا ما هيك؟ بعرف بعرف أنا جاهز. هذا عمر؟ ايه سلمي لي عليه وباركي له. أردام بيبارك لك. وانتي سلمي لي عليه كتير، شكلنا رح نرجع نلتقي. الله يسلمك وموفقين بإجازتكن أخي. شكراً مدام إليف، بتمنى لكم إجازة سعيدة. انتبهوا بهالجبال منيحات، مسكوا ببعض مشان المشاكل. المدام إليف رح تروح بإجازة، تخيلوا. الله معكم. جاهزين؟ جاهزين؟ ما عدا الأولاد. ليش وينهم؟ دورو أموت، يلا وينكن؟ رح نتأخر بالطلعة. بسرعة يلا يلا. أنا أجيت وجاهز، بس عم ننتظر مكالمة دورو. ما بتخلص بنوب. تمام تمام أختي بهار، بشوفك عن قريب أختي. وأنتي سلمي لي على هزال. ماشي. الله معك. يا هزال بعتت لي صور، شوفوا شو حلوة شو بتجنن. إيه حبيبة قلبي بتجنن، بتاخد العقل. تشبه أمها كتير، ما لك عيون بها ما هيك؟ يلا حبيبتي. أنتي متحمسة؟ متحمسة بشكل لا يصدق، رح أعمل هالشي لأول مرة. رح نعمل كتير شغلات مع بعضنا لأنه نحن عائلة بتجنة. ما بدي، هي أول وآخر مرة، أصلاً ما لي متعود على هي الشغلات. بعدين أنا بدي روح مع توأمي بإجازة المرة الجاية لحالنا. كأنه بيحكي كتير هاد. يلا بقى خلصونا. يلا خد هدول. شو يعني؟ يلا خد هدول لصندوق السيارة بسرعة. تمام يلا. بس على مهلك أموت. إيه لو سمحت. امشي ماما. يلا طفوا الأضوية،